اهلا بكم حلقه جديده من عمالتك زي ما تعمل صفات مع حلو كتير. هنعمل معاكم حلقه عن الكعكه. تعالوا نشوف ايه هي اول طريقه هنعمل كعكه بالليمون واليوسفي. ايه المقادير عندي؟ عندي هتكون كعكه، عندنا كمان ليمون، يوسفي، برتقال، وجريب فروت، وهنعملها كمان مع السكر. السكر يعني اللي بتحبوها، نحط سكر، نحط السكر يعني بتاع الأول. أنا أسوي عايزة يوسفي وتقول كده وهتكون يوسفي جريب فروت. أنا معاكم دلوقتي كعكة عملناها. هنعمل كعكة بالياطرخ مع البهارات. تعالوا نشوف ونطلع فاصل نرجع على طول. هعمل معاكم دلوقتي الوصفة كركم مع الكعك والبهارات والياطرخ الجوانو. ايه المقادير عندي؟ عندي ياطرخ جوانو، عندنا كمان كعكة، كركم، والكمون، وعندنا كمان برتقال اللي بتحبوها. نطلع فاصل ونعمل مع بعض ورجعناكم بعد الفاصل. انا اعمل الوصفة. اول حاجة انا عايزة اعملها الوصفة الاخيرة والايه الكعكة بتاعتي، شوية زيت كده، ونتبل الكمون والكركم والبرتقال تاني والبرتقال الثالث اللي بتحبوها الأولى. هجيب هنا كده وهجيب شير على فيسبوك والانستجرام، شير على فيسبوك وسناب شات وماسنجر وفيسبوك على قناة سيبسي سوشيال انستجرام. واستنوني في حلقة جديدة من أعمالي دي.